الفقرة فقرة لها علاقة بموضوع تغذوي، والموضوع الأبرز والأشهر في المواضيع التي تطرح في وعند التغذويين الأخصائيين التغذية، ألا وهو موضوع تنزيل الوزن. هذا الصباح معنا ليندا أبو حويلة، وهي أخصائية التغذية، راح تحكي لنا شوية عن موضوع تنزيل الوزن وخفض الوزن والعقبات التي تواجه الناس، وهي كثيرة في هذه الرحلة الطويلة والمضنية. أنه في ناس يعني بيقضوا طول عمرهم وهم يحلموا بأنه يعني على الأقل ينزلوا لهم 5-10 كيلو، والموضوع مش سهل لكثير من الناس. لو سمحتي ليندا، تحكي لنا أولا عن مراحل تنزيل الوزن، يعني كيف ممكن أنه الواحد يتوقع جسمه يتعامل مع رجيم معين أو دايت معين؟ أول شيء صباح الخير وبشكركم كثير على استضافتكم. هلأ أكيد الكل بيعرف أنه مرض السمنة هو مرض، يعني هو مرض العصر، مرض وباء عالمي صار منتشر بكل أنحاء العالم، صار مرتبط مش بس بالمظهر العام وبالشكل العام للأشخاص، لأنه صار ريليتد له كتير أمراض زي الضغط، زي السكر، الكوليسترول، حتى مشاكل العقم، غير أنه مشاكل النفسية. حتى آخر الدراسات أثبتت أنه أمراض السرطان لها علاقة كتير كبيرة بمرض السرطان اللي هو السمنة. لهيك صار حل السكري والضغط كتير من السكري والاكتئاب، يعني عليكي مزبوط. كلها صارت مرتبطة كتير بمرض بالسمنة، وصار علاجها أنه صار إشي أساسي كتير أنه ندور عليه ونلاقي له حلول جذرية. هلأ قبل ما نحكي باللي هو الستبس رح ندخل فيها بحل السمنة، طبعا رح تيجي أول شيء مرحلة القرار. الشخص لازم يقرر ويكون قراره جازم انه يبلش اللي هو الستبس او اللي هي المراحل اللي هو تنزيل الوزن. لازم كمان يدعموا فيها الاهل والاصدقاء بهاي، لان هاي المراحل هاي بدها نفس شوي طويل. هلا مجرد اولها صعبه شوي، اولها كثير صعبة لانه بيكون متعود شوي على الترف المطلق، وفجاه بده يروح لمرحله الالتزام، ومرحله الالتزام الكل بخاف شوي منها. لهيك بيكون بحاجه شوي لدعم من اهله ومن اصدقائه، لمشرف انه تغذوي، اخصائي تغذوي يكون قادر على فهم جميع المراحل اللي راح يمر فيها، ويشرح له كل مرحلة قبل ما يفوت فيها ويعطيه النتائج المتوقعة لهاي المرحلة. مزبوط. حتى إذا واجهته مشكلات معينة يعطيه الحلول لهاي المشكلات ويساعده فيها. طبعا أول شيء يعني إحنا لما يجينا نحن أي زبون أو كاستمر للعيادة عشان ننزله بالوزن، أول شيء نعمله تشخيص. في ناس ماخذة فكرة إنه أي برنامج بيزبط لأي شخص، وهاي المعلومة كتير غلط، لأنه كل حالة بتختلف عن الآخر. الرجل بيختلف عن الست، اللي مريض السكر بيختلف عن مريض الضغط. إحنا نشوف صور لناس يعني فقدوا أوزانهم قبل وبعد، صح ولا لا ليندا؟ مزبوط. طبعا هدول أنا زباين عندي، هذا محمد رامز من الإمارات، هذا طبعا هو هندي جنسية، نزل 38 كيلو من وزنه طبعا خلال 4 شهور. هاي جنى مقداد، هذا الأكل الهندي زاكي. جنى مقداد كانت أصغر اللي هي بطلتنا الصغيرة، معروفة هي مطربة في طيور الجنة، ما شاء الله عليها. يعني صراحة صعب كثير إنك تمسك طفل عمره 8 سنين هذا قدام المباريات يجي يقول لك أنا بدي أنزل بالوزن. يعني هاي الشيء كان يعني فعلا سميناها نحن عنا بطلتنا الصغيرة. بالضبط زي ما حكيت لك، طبعا نحن أول ما بيجينا الكاستمر لازم نعمل له عملية تشخيصية، نشوف الشخص اللي قدامنا هذا جسمه كيف رح نتعامل معه. تمام. بداية رح ناخذ طبعا الهيستوريكالز تبعته اللي هو التاريخ المرضي، بنشوف شو عنده مشاكل صحية، إذا عنده نقص فيتامين د، نقص حديد، بالنسبة للسيدة إذا كان عندها مشاكل لخبطة هرمونات الدورة، عدم انتظام في الدورة، لأنه هي أكثر مشكلة بتواجهنا بنزول الوزن فعلا، وهي حقيقة هرمونات اللي هي لخبطة الهرمونات وعدم انتظام الدورة والتكنسات المبايض عند السيدات، هاي أكثر مشكلة. بس بالمقارنة بالرجال يعني بنلاقي نزولاتهم كثير سهلة وما عندهم أي مشاكل، خصوصا إن البنية العضلية بجسم الرجال اللي هي المصانع اللي هي حرق الدهن عندهم نسبتها كتير عالية. طيب بس في شغلة اللي هي لها علاقة بأنه في ناس بقول لك انا جسمي عنيد، دائما بتسمعيها بجوز كمان عندك في هلا يعني. احنا اول مراحل اللي هي المراحل اللي اسمها التمهيديه ما بنسمع هذا الحكي، لانه المرحله التمهيديه هي طبعا تمتد ل4 اسابيع، بيكون نزول وزن كثير سهل فيها وبالعكس بيكون كثير قوي. هذا الحكي بنسمعه بعد شهر الجسم ببلش يعند النزول. شو السبب؟ هاي طبيعي جدا، الجسم اللي ما بيعند معناته المناعه عنده ضعيفه. الجسم منظومه كامله متكامله، خساره 8-10 كيلو من الوزن هاي مش خساره كثير بسيطه. لهيك الجسم بده يقاوم، عنده ستورج عم يخسره،
المخزون الدهني هذا الجسم اصلا عم بيحوشه، يعني لا غايات انه كان زمان بايام قديمه انه تخزين الدهون لايام الشتاء، هلا حاليا نحن لانه مواسم الصيف والشتاء موجود وافيلبل الاكل، فصار تخزين الاكل صيف وشتاء، فعشان هيك نحن جسم الانسان بيقاوم النزولات هاي، هي مرحله العناد اللي بسموها اللي بحس الجسم انه بده يدخل مرحله الستارفيشن مثلا، بسمعها انا هاي الستارفيشن المجاعه اللي هي المرحله اللي ببلش الانسان يجوع حاله كتير. يصير طول اليوم ممكن يقول لك انا كل اليوم ما اكلت الا وجبه، هون بتصيروا تنصحوهم ياخذوا شيء شويه دهني او حلو عشان لا خلينا نشوفك بالضبط هاي المرحله لانه احنا نطيناك عن كثير مرات، معلش يلا خلص بدي اتركك لحالك ما راح اعاقب، بس انا راح ارد عليك لانه مرحله العناد هاي هي فعلا مرحله بتمر علينا، بس زي ما قلت لك بعد تقريبا شهر نحن مرحله طبيعيه 100% ونحن فاهمينها ولازم نفهمها للزبون انه بعد شهر حتكون نزولاتك بسيطه كثير نص كيلو لكيلو، بس نحن شطاره باخصائي التغذيه انه يعمل تحفيز لجسم هذا الشخص، كيف؟ عن طريق برامج تنشيط، برامج تنشيط بتكون كثير معززه بالكاربس، الكربوهيدرات، الفواكه، بالشوكولاتات، الحلويات، انا بعطيه اسبوع فري، هذا الاسبوع كامل خليك تعال زد لي بعد هالاسبوع كيلو ونص 2 كيلو ما عندي اي مشكله، بس الجسم ارتفع عنده الميتابوليزم مستوى الايض، بعد هذا الاسبوع بعد اسبوعين يا ستي اذا كان الجسم شوي عنيد بنبلش مع برامج تنزيل وزن بتلاقي النزولات تضاعفت بعد هاي الفتره، فالشطاره الاخصائي يستغل هالفتره بنزولات كثير قويه بتعقب هاي الفتره. هلا نحن قبل ما نفوت بهذا الحكي كلياته بهمني كثير احكي نقطه مهمه، لانه في كثير ناس هالايام صارت عم تاخذ اي برنامج عن النت وتمشي عليه وهذا حكي كثير غلط، ومثلا جارتي عندها هالبرنامج يعني نزلت عليه هي انا لازم اطبقه وانزل عليه وهذا حكي كثير غلط، لانه احنا بنمشي بطريقه صحيحه، مش شطاره انزل 4 ل 5 كيلو من وزني ويكون نزولي سوائل وعضلات، لانه خساره العضلات هي خساره كبيره بالنسبه لي، وخساره السوائل هي خساره وهميه، مجرد ما انا طلعت وشربت مي رح ترجع لجسمي مره ثانيه، الشطاره انه يكون غالبيه نزولي هو الدهون. لهيك انا من اول ما بيجي عند الكاستمر بنعمل له البادي كومبوزيشن، تحليل مكونات الجسم، طبعا على جهاز متخصص 100%، طبعا بيفرجيني التوتال بادي ووتر قديش نسبه السوائل الانترنال والاكسترنال ووتر بالجسم، بيفرجيني نسبه البروتين بالجسم، وفي ناس كثير بتنبسط تقول لك انا عندي والله البروتين كثير عالي، بس يا عزيزي البروتين اللي عندك العالي مش مترجم عندك لفتنس سكور عالي، يعني هذا البروتين مش عضلات، مش مترجم لمسل بالجسم، فبالتالي بروتين داير عندك بالدم، بدك تعمل رياضه كمان عشان تترجم لعضلات، لهيك بيكون داير بالدم بترسب عندك بالمفاصل وبالكلى، بيعملهم يوريك اسيد وبيعمل لهم مشاكل اللي هي النقرس، وهم مش حاسين على حالهم، فنحن بهمني كثير اعرف نسبه البروتين، نسبه الدهون، حتى الدهون عندنا نوعين فيسرال فات وان فيسرال فات، انا بهمني الفيسرال فات لانها دهون بتحيط منطقه القلب، الكبد، المناطق الحشويه، هاي المرتبطه بالضغط، بالكوليسترول، بالسكر، فنزول الصحي اني اركز انه اللي عم ينزل عنده هو دهن، الفتنس سكور عنده عم يطلع، جسمه عم يبني مسل وعضلات، اذا انا ماشي بهالطريق الفتنس سكور عم يزيد عندي، اذا عم تنزل قراءات الدهون عندي، البروتين انا ما عم بخسره، السوائل محافظ عليها، جسم هذا الانسان تحبيسات سوائل ما عنده لانه كثير مشاكل تحبيسات السوائل بتعيق نزول الوزن، لانه بتكون البلد سيركيليشن هو الدوره الدمويه ضعيفه عنده، فبالتالي عمليه الحرق عنده كمان ضعيفه، لهيك هاي الاشياء كلها بدنا نتابعها بشكل اسبوعي. طيب في كثير يتداول العديد من النصائح اللي بتداولوها على الانترنت والناس ما بينهم، يعني اشرب مي كثير مثلا، بقول لك اذا بدك وزنك ما بعرف، هلا بدك تقولي لي شو صح وشو غلط. صح. اشرب مي كثير، في فتره صارت موضه الخل، صارت فتره هلا زنجبيل، ليمون، نعنع، ما بعرف، ينسون، قولي لي شو صح منهم شو غلط. هلا مهم كثير باول جلسه بيجي لعنا الكاستمر نعمل له تثقيف تغذوي، تثقيف تغذوي انه نبلش نترجمه مره ثانيه، نترجم حياته، اللايف ستايل تبع حياته. هلا في ناس تيجي بتقول لك انا ما بشرب مي، احنا ما بنقول لك اشرب مي عشان تعبي معدتك فما تاكل اكثر، المي هي وقود حرق الدهن في الجسم، في مي بيدخل بالميكانيزم تبع حرق الدهون معناته في نزول في الوزن، لو انت ما بتاكلي ابدا وما عم تشرب المي مش حيصير عندك نزول في الوزن، كوني واثقه تماما. لهيك احنا لما بنقول شرب المي مهم جدا، في ناس ثانيه بتيجي بتقول لما بتتذكر انه انا والله انا ما شربت مي اليوم، بتروح تمسك لك هالازازه تشربها دفعه واحده، كمان انت ما استفدت على هاي الطريقه، بدك تدرج، لانه لما بشرب كميه كبيره من المي بعمل ادرار للبول، فبالتالي انا خسرت المي. زي النصيحه اللي كانوا يعطوني اياها برمضان انه انت على السحور، يعني تفكرش انه اذا قبل الاذان بثلاث دقائق تاخذ قنينه كامله مثلا، يعني ما رح ينفع، بتضلك تتدرج بشرب المي. أنا يعني انا حطيتي هالمعلومه وانا بدي الناس تجربها، وانا يعني مسؤولي عن هالمعلومه لانه مجربه 100%، انه شرب المي بطريقه مقسمه مع مواعيد الصلاه
على الوضو مع كل وضو 5 صلوات عندنا، مع كل وضو خذ كاسه ونص مي، يعني التوتال حيكون عندي من 8 ل 9 كاسات باليوم. انا اكثر من هيك ما بدي منك، وشوفي قد ايه النزولات حيساعد، بس هالتنظيم بشرب المي بنزول الوزن. طيب هاي معلومه حلوه اظن المشاهدين رح ينبسطوا طبعا فيها. المي مش كمان بس بيساعد بنزول الوزن، المي كمان بيساعد بالتخلص من تحبيسات السوائل بالجسم، بيعمل الهرمونات بالجسم، بالهيميستاسيس تبع الجسم، التنظيم الداخلي في الجسم، فكتير لنا فوائد. للنضاره عشان لما الواحد بينزل بالوزن ما يبين عليه شحوب في البشره، اذا الواحد عنده جفاف بالبشره، عنده جفاف بالشعر، يعني كله هذا بيساعد كمان، كلها كتير ادفانتج لشرب المي. فنحن المي على فكره فن كيف نستغله بعملية نزول الوزن. هلا نحن نظمنا شرب المي، بننظم الوجبات، لانه في كمان كثير ناس والله انا بصحى الساعه 1 2 باخذ فطوري، غداي الساعه 3، يعني وجبات عم ياخذوها بطريقه عشوائيه. في ناس اللي بياكلوا طول اليوم والمساء باكل اللي هي هاي الوجبه الكبيره. نعم، تنظيم الوجبات كثير مهم، يعني انا الفطور لازم يكون عندي الساعه 9 صباحا، هلا قبل ساعه بعد ساعه ما عندي مشكله، المهم يكون عندي 6 ساعات ما بين كل وجبه ووجبه، يعني اذا فطرت الساعه 9 غداي الساعة 3 عشان الساعة 8. هلا بين الوجبات انا بدي سناكات. أهمية السناك انه بتحافظ لي على مستوى الميتابوليزم عالي بالجسم، انه يضل الواحد يتناول. يعني عليك، واحنا لما بنقولهم كله شوكولاتة بيجوا يقول لك شوكولاتة وانا عم بنزل وزن، شوكولاتة وانت عم تنزل وزن، لانه كمية الشوكولاتة هاي اللي بتكون نسبة الكاكاو فيها فوق 80% او 90% حتحفز كثير، لانه انتي اوكسيدنت كثير عالي، حتحفز عملية الحرق بالجسم. حلو. فبالتالي انا بكسب انه انا ضامنة الايض عندي ما نزل وعملية الحرق مستمرة وعالية. هذا اللي بيقولوا له نظام اللقيمات، لانه الواحد يضل مثلا ياخذ مش لقيمات بتأيدي شوي ولا؟ يعني في بعض الناس، هلا نحن في عنا الانظمه الجديده، يعني عشان احكي لك وتكوني بالصوره، هلا نحن بابو ظبي لانه انا كنت متابعه هناك، كنا المركز الاول عم ماشيين بمبدا اللي هو فصيله الدم، بس هاي هذا طبعا البرامج متخصصه اكثر. بالعادي انا اول شهر شهرين بنمشي برامج جنرال اللي هي تمهيدي، اللي هي انا ضامنه انك نازله فهو اصلا الاسبوع الاول انت طبيعي، الانسان الطبيعي اللي هلا بلش دايت رح ينزل من 4 ل 5 كيلو. الاسبوع الثاني خلال شهر طبعا، هذا خلال اسبوع، انا عم بحكي الاسبوع الاول نزوله بده يكون من 4 ل 5 كيلو. الاسبوع الثاني جسم ببلش شويها انه يعني او انه يقاوم، بلش انت تعمل له نظام ثاني. الاسبوع الثالث كيلو، بس انا بكون قايلت له هالاسبوع هذا حيكون اصعب اسبوع بتفوت فيه، بس نتيجته حتبين. طيب. الاسبوع اللي بعده نرجع للي بعض الاشياء اللي عم تدرج اللي هي زنجبيل وليمون وخل وهيك، هدول صح يعني في منهم؟ في منه الزنجبيل بيرفع الميتابوليزم بالجسم، بس مش لكل الناس، وهاي نقطه كثير مش بالضروره فعاليته تكون قويه. في ناس اللي عندهم مرضى الضغط واللي عندهم تسارع ضربات القلب اخذوا زنجبيل يعطيك العافيه راحوا فيها، لانه كثير بيزيد ضربات القلب وبيرفع الضغط، فبده حذر. انا مش اي وصفه انا زبطت معي بروح بعطيها لاي ناس ثانيين، لهيك انا عم بحكي لك كل حاله تختلف عن الحاله الثانيه، فعشان هيك انا ما بقدر اعطي اي مريض اي دواء او اي وصفه علاجيه، حتى مثلا عندها مثلا نزيفات او دورتها غير منتظمه، اجي احكي لها عندها يعني عندها بليدنج اوريدي، اجي احكي لها خذي قرفه، انا القرفه زبطت معي، طب ما القرفه حتزيد الانقباضات في الرحم وحتزيد عندها المشكله، بدك شيء مدروس. فنحن بالضبط اخصائي التغذيه بيكون عارف بالضبط لكل حاله شو يلي بيناسبها. هلا خلي التفاح جيتي فيها، نحن بنفضل خلي التفاح بس مش على معده فاضيه، على معده فاضيه بيعمل لي تقرحات فانا ما استفدت. نحن بنقول معلقه صغيره من خلي التفاح على السلطه، اذا ما بدك على السلطه عشان ما يغير طعمه السلطه، على اللبن ممكن على كاسه مي بعد تناول الوجبه على معده مليانه بيفيدنا كثير، بيعمل ديتوكس للجسم. هلا الكبد هو بتعرفي مصفات الجسم من السموم، كل ما انا نقيته اكثر انا نشطته لعمليه الحرق اكثر واكثر، فانا الخل هذا فعلا بيعمل بنقي الكبد ديتوكس وتنظيف للكبد وبالتالي تحفيز لحرق الدهون. معلومات كثير حلوه، وبجوز هاي من اهم موضوعات التغذيه اللي الناس طبعا يعني بجوز مأساة اللي بدهم دائما ينزلوا وزنهم كبيره مقارنه بباقي الموضوعات التغذويه يعني. فانتوا اكيد بتشوفوا كاخصائيين تغذيه، بتمنى هالمعلومات اللي قدمتيها ليندا للناس تكون افادتهم كثير. اذا عندك هيك سريعا هيك نصيحة بتعتقدي إنها الأهم في عالم تنزيل وزن احكي لنا إياها سريعا للمشاهدين. أنا صراحة لأنه كتير بشوف ناس بتنبسط بنزولات القوية أول أشهر فبتوقف ترجع لحياتها الطبيعية بدون ما تدخل مرحلة التثبيت، وأنا بالنسبة لي مرحلة التثبيت هي أهم مرحلة بنزول الوزن، اللي هي المرحلة التدريجية، أنا برجعك لحياتك الطبيعية بس عم نقيسك على الميزان بتدريج، يعني عين عليكي بالضبط، وعم نقيسه على الميزان الوزن عنده ثابت. إذا أنا نزلت وزني خلال 3 أشهر بدي مثلهم 3 أشهر ثانيين تثبيت وزن. طيب.
هاي المرحله جدا جدا مهمه. لهيك انا بنصح العالم اللي تعبت على حالها وفعلا هو مرحله تنزيل وزن هي مرحله مش سهله، هي صعب كثير، يكمل للاخر، يضل نفسه طويل يكمل للاخر. بلكي استضفناك لاحقا حتى نحكي عن تثبيت الوزن تحديدا ايش هو وايش متطلباته. شكرا لك ليندا على وجودك معنا. تسلمي كل جزء، حياك الله. شكرا لك، صباح الورد يا هلا، حياك الله.